يا طالع القمر يا طالع القمر الله 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 يا طالع القمر حلو بقى لو قاضي والنفقات الواجبات وي نبا النفقه كو واجبته يو ددكي وي النفقه كلها يبيلك لو لها بو ديده قسبا لو قاضي وانا ان لقى قادنا ده حق سوما وهي هي كو والمأخوذ بالتراضي وحي الرضا لو قاتي مركا إما أن يؤخذ بعوض إن العوض كو قادته كالبيع يعني وصداق بيع وشيء قادتي لك عوض بات كو قادتي وحبات كي قبدلتي قفكي وحنا دوحن إيقا قتري أما العقبة دو قدي أما شيء بشيء قبدلتي عوض بالي لذا وبيعي وكصداقي صداقي قبضا ويهو قبضا مهر بيلا ذا مهر كي هذا محيكو قادتي تمكين كي إسكا مكانيسي إسكا ديمتي مهر كي هذا كمتيسك سوما أيضا إسكال وي قادتي عوض بيكو قادتي سوما مركا كاسنا وحالي لذا ووحي عرضها اللقو قاتي قيب كم دوي ووحي بدل اللقو قاتي وإما بغير عوض بلا عوض بعد قادتي رلا نكو قادتي كالهبتي هو صدقتي وي قفت بأسكا كاسي هو قادوكي وهيبو وصدقه 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 شيقي واد قادتي قفكي لها رديه سي واد كو قادتي بغير عوض باد كو قادتي واحد كو بدلتي مالي والسكا كاسيو وجميع هذه الأشياء حلال وي انت هدا انصو شيق نوردن واحد عانتا سو قليه انت سو قيبوض بيوكال بحياني كل وحلال اذا الروعية هدين لإلاليو في تحصيلها مركا يكو سو قليان شروط الشرع المذكورة في كتب الفقه في كتب الفقه وي شروط الشرع كتب تفيقية فروع ذا يعني لغو بس دي هداد إلا لسو انتا سو دن متك يكو سو قلان بوا حلال مركا إن الحلال بيين انتا سو دن بسو قلس وإن الحرام بيين حرامتنا ويعدها أي ظاهر وي غير خفي وي وهو ما يعني ما منع وحو ديدي وي من تعاديه إلا قاتل دليل دليل باديدي دليل كان بديدان وحرم يسيقا وحرام على مذهب الشافعي ومالك وي فهو ما نص الله حلاشا وحي يعني حرامته وحي الى ذا ما نص الله الهي وحي عدي او رسوله او اجمع المسلمون مسلمين تو يكون اجماعين على تحريمه انه حرام يكون اجماعين وي كاسنا حرام وي حرام وي متكان وهكذا وهذا دليل كاسا بعدين يو مركز شرعي بمحوء عدين يا شيخ ما حرام لو قد يقول لو ديد ثم إن منع الشارع شارعا من عند إذا منه شيء أوديده إما لمفسدة فيه إما لمفسدة فيه شيء مفسدة كجفت مفسدة أصو ظاهرة ظاهرة لما أتا قصوا وحا ليس قديده ليس قد ريبيبه مفسدة ظاهرة قصوا كالمسكرات وحا وحا واليو مسكرات كوردان واي وحا المسكر كأه حدي عاد دميسو مركب عقل جابيبو بدليه حين كي أوقع لسنا ابن ما ابن آدم كعقل جيبو لا تجيا مركب مفسد ده كجر تدرت يد بشرع ودي دي كل مسكر يعني حرام كل مسكر خمر وهاي وكل مسكر حرام أكا كو أو خفية مال الرأ أو خفية كجرت مفسد خفية كجرت كزنا زنا ذي زين هذا مركا وح موقدة أو كم موقدة مركا عمله أو يعني مفسدة لكن مفسدة قرصون بكوجرتو ده عقاب آخر يكينسا حلي إلهي أمر كيسو اللي جبيه واي مرحبا فساد الأخلاق بقصو قنو ده وكا وحي هردن مرحبا اختلاط الأنصاب يو فساد الأخلاق يو يعني عقاب الآخرة يو وحاس يعني مرحبا إلهي عردي سبا قصو قن ده لكن هو وح قرصون ده مفسدة قرصون واي وإما لمضرة فيه أما مضرة كسو غنواي ظاهرة لبعطة ظاهرة هابو مركب كسو نغنسو كسو مياتي وي وح سنت الهودن شيء سنت الهودن وحرام تدي بابا كسو غنواي كدلي ساسوما أو أمس خفية يعني مضرة خفية ها كسو غن وأن لقرنين كاللحم ما لا يؤكله وحن هيلب كيس اللعوني هيلب كيس والله إسكر رابئون لكن وحن كجرو وما يعني وما لرق رصان أنوا حتى يعني دميره ووحن هيلب كود اللعون سوما ولا النهي سوما هذه أول الإسلام كي بنانة دي ولا النهي حتى هذه اللي إسكر أنوا الله قشوا دبعتها كجرتوا دبع قارصون ومذكر المجوسي مجوسي وحي جورعين وين وحن دب عابد كأي وحن ديمه له وحي جورعين وح كجرتوا يعني ما لرق يعني خرص قرصون بقى كجرتوا
وإما لخلل في تحصيله أما ما يعني شيئا واحد شرعي قديد إياه سيدا أكبس وقليبا خلل كجرا حاجة شرعي وكدمية كلمة أخوذي بالقسم وحيوك لغس وقاتيوه وحيوك لغو قاتي لما أقل دي شيئا حلاشا هاي وسكبنا نقفكم أولها حتى أديك هذا اللور يبتسيدي سكا الأصل شيئا حلال بوها لكن قفكنا قعنتي سكا لبا هذي حيوك أدو قاتي حاجة شرعي أقلين تصرف كيسا لديدي خلل بوكوس وقال في تحصيله با يا كجرا حاجة شرعي قادم كجرا او السرقة وحي لصوحة ديوي او العقد الفاسد دي عقد فاسد وي عقد فاسد وحي اللي قفل ايو وحبات كالك يعني بيع بان حقوق لقد نال ليه بيعنا وفاسد وان اس النكاح سنيه بان ليه النكاح هو فاسد عقد كفاسد كوردان وحسعونا يما حاجة شرعي قبو كجرا يهدي او المعاضات وي وحا معاضات كالي رادوي وحان يعني ما يقدر تيجي مكان جدا نني وحيان إذا بيعوا المعاضات بل إذا مركل لقاه الله يو بس إيجابي قبول بعض الشرطيات ملا استعمال صومها معاضات وحلى إذا نجل مرحبا أحد ما يقول جوا أنت أسوي جوا لعقدهم بطورة يا شيخ نسق قادني مركب بيعوا المعاضات بل كورة يعني ووحلى سكسيني وهي أن ترى ضياء إن رال النقدام ويه بغير ثقة شرعية ثقة شرعية هي وحنا هين بعلى سكر رال النقد سيقد شرعي هاي نما وإيجابي قبول صحما وهي محرمة وهي في الحقير أو غيره وحيالها ير يركاية وحكا لبو وإسكا يعني محرم بالليه وحس مع ذلك وقيل وحليري ينعقد البيع بها في كل ما يعده الناس بيعا وحل وحيدتك بيع يقانا بيع وكوان صحي قيل باسد عليه وقيل هدو وقيل وحليري في المحقرات فقط وقيل وحاله ما في الحق في المحقرات وحيالها أن معناها لين ولا سهل سدو ومبيكو أن صحي صاي وحك لما كرقيف عيش نيو نحوي يعني وحيالها أنو كلا ما لها لقى جذنيو وحاسي يعني كوب بنان تهيب عليه وذهب المالكية وحيكو تجني والحنفية إلى انعقاد البيع بها في الحقير وغيره وحيليه معاطات كاس وحف وين يو وحي يربو كل بيع وكو أن صحي يا بلي مالكية حنفية دوا مرحبا مركع على كل حال وحاصر وحال ربا شرعي إنا دلالسو شرعي مركو شيئا منعني سببها صورن بفيرنيا سببها صورن ونقل عن الغزالي إمام الغزالي وحال لقوري حجة الإسلام أي غزالي أن الحرام وحا حرام تأبوري كله دمانتي خبيث وحي حرام وشرعي وحرام كشي قردن هرتبا وذا خبيث ولكن بعده با أخبث من بعض ويسيك للدرية وحن مثلا وحيد فليس المأخوذ بالمعاضات كالمأخوذ بالغصب وحي معاضات كاسد شرع وديدي وحي لو قاطي يا وحي لخوغي او لدعي ويس دامانو معاضات كا دامد معاضات كا دامو وحي لدعي او لخوغي وا كسيخون خايا بل المغصوب اغلب بوير يعني وحي لا سو دعي با حق يعني حمانتي سو ايسي ادغتاي هاي مرحبا اذ فيه وحا كسوان ترك طريق الشرع شرعي وددي سو دنبا وا بلغتي وا بخوغ با وايدا الغير غيرنا ولا ديبا ولا خوغي و معاداتك مركا خوغا طريق شرعي خوغا لا يردمي وثيقه شرعي با لغا لهدي لكن ايدا الغير كما سغنو وقف كان وخي سبدلكي وو قاتاي و ودرجات الايداء ديبك درجتي سنا تختلف واختلاف باختلاف درجات المؤذى مثل لا ديبا يسي ودرجته اسي كلا كرويس فالمأخوذ ظلما وحي حوق لوغا قاتا من فقير مد فقير هو يعني وحبا ان هيسن او صالح ان صالح اهل خيره او يتيم من اغونا وحي حوق لوغا قاتا اقبث وي كدرنتا او كخون ياه او واقلد وا كادغ ياه من المأخوذ وحي لغا قاتا من اقبث وي كدرنتا او كخون ياه او واقلد وا كادغ ياه من المأخوذ وحي لغا قاتا من غني او فاسق او قوي نين حول بدن هذه حوغا لغا دحو يعني فقير وحبايسنا دي قبل لغسي مسكمد با هل كل يكو قيل بيلو اول بعد قيل قبل كانوا فقير بو هاي هذه اكتر لغا قاتو يعني حول بدن لها يقول لكن انت حوغا لغا دحي كانوا انك كبسنا يقول كان مال عدلو بسو فريس وابا افريسي يبو لين كان نين باسا ايقا ديك عمي ساكا ديك يبو لين مركا دي اسكو ظلم ما نين صالح وهلو خيرا اما اقون يعني او مساكين هو يعني ابوهد بر انت وحي لغا دحي نين حوغل إيه نين قوية ميه لمد نقونا يعني وامي أما مد فاسق قوي فاسق إنك سو ملكي جساسك وليه وحي لغا دعو إيه نينك صالحة وحي لغا دعو اسكو من ماه
مرحبا. وفي الحديث وحاب كسغني إن لله تعالى ملكا إلهي ملك بوليها على بيت المقدس بيت المقدس بجوا ملك أسكسغني ينادي كل الليلة هبين الأركب وحقود واقية من أكل حراما ننكي عنه لم يقبل منه صرف ولا عدل حرام ننكي عنه سنة فرق ولي من الله أقبل ماي. مرحبا مركات حرام تدبات ذي لله وإن الحرام بين حرامتي وعدها وبينهما حلاشة حرام تدحضوها أمور مشتبهات أمور با كجر تدحضوها أمور تاسو مشتبهات اسكو ديهان غير واضحات الحل والحرمة غير واضحات الحل والحرمة يعني حرام نما دودون معد حلال نما دودون معد اسكو ديهان. والمراد معناها لوجي لنا انها تشتبه على بعض الناس دون بعض دتك قاركي ام بيك قرسونتا يا دتك ودن ما لذا سلا درت يد النبي وحي لا يعلمهن كثير من الناس دتك بدن كود ما اوغ لكن بعض الناس وي اوغيين انه حلال يهي بي اوغيين اما انه حرام يهي بي اوغيين هذاك علم لو لا يعلمهن اي لا يعرف حكمهن من التحليل والتحريم كثير او من الناس تتكبلن كودو مؤغو بل الذي يعرف ذلك انت قرنيسو قليل ويريد وهم العلماء الراسخون في العلم علماء كحل ايرادي علمي اقوان تيسوي واذا عرفوا حكم شيء شيء حكم كيسا مركي قرتان اتبعوا فيه ويراعيان فإن لم يظهر لهم شيء هدون اظاهر شيء حكم كيسا هدون اظاهر بأن تعارض لهم دليلان لما الدليل با استعارضي في شيء من حرام بكدغيا من حلال بكدغيا ولم يظهر لهم ترجيح احدهما مد رجحي ديسن ولا صوبين ولو يعني لما حديث باسكو قبتي اما حديث ايات باسكو قبتي لما دليل باكو سو اروي سوما مركز سيدي لو كان الرجيح لهانا وما ظاهرين وما موقته فالمختار التوقف فيه اللي يستاغوا وحلالنا ان لدين وحرامنا ان لدين واذا كان الدليل دليلك هدو نقضه غير خال عن الاحتمال غير خال عن الاحتمال فالورع تركه هو فيري دليل با ميشن سو اروري دليلك لكن احتمال كمان مرنو احتمال باقبل كرا لكن دليلك هو حكو سوروبي كرتو ساسا لولجي يا ساسا لولجي لابد سوروبي كرتو وانا هل دليل ابو احتمال با سو قال ماشي فالورع تركه انا اسكد يسافع حيث لابد احتمال متكو قادنا يادو ما اوغي يا مرحبا ودليلك هدو يعني وهي دليلك هدو سيدي سب احتمال كوي مادو سقط الاستدلال سومين اورنجل حدي مر ماشي احتمال سو قالو استدلالك واضع لما دليش انكره مثلا يعني مركي لمس المرأة اللي قهد لي عائشة وحي تري اي رضي الله عنها هبين ايان نبي وهي عليه الصلاة والسلام دين ايان كواي قربنا مكدبوها مركز النبي تاتارتيو فوقعت يدي بقدمه قعنت يدبا وحيكون على النبي اللوكتيس والحال هو ساجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مركز قعنت يدبا كرد عضي بيلاد قعنت مركز ماشا مركز كرد عضي سيئة هيد لوكت لوكت هيد تابتك قعنت يدو كرد عضي طلعوا مصدر رباك عيجي مسك محيجي لما عدينا هذا حديثكم عدي سلوا دليلين مركات الناس تقيس هذا مجبيسه ناقت هذا ويسه كان مجبيسه من لوا دليلين كذا ماشي احتمال بسوق عليه بالي احتمال أيها سوق عليه مركز دليل كسيد يسوي إذا كان الدليل غير خال عن الاحتمال دليلكم مربع دون احتمال كخال هين فالورع تركه يا شيخ محمود الله كرر النقطة شيخ مفسر كهاي وين شيخ محمود يعني حنا الأورنج لا وحو ديجري مركو ماشان كها لا أو لامستم النساء أو لامستم النساء مركو فسر أيو يو مركو سو قاعد يجري أقواش كجرت إمام الشافعي إنه لمس قاس يعني وكو فسر أيو تابشر عبد الله بن عمر إنه كو فسر أيو عبد الله بن عباس إنه كو فسر أيو جماعة كو فسر أيو لمس قا مركو اللغة العربية لولا النقضنا لبضو بيني كو سو أرورتي لمس أو بمعنى ناكتي وان تابتيا إيا لمست أو بمعنى وان جماعة لبضي بأسلك اللغة وكو سو أرورتي وانا لو كلا بحيثو ما مركاسو انتو سيدا او كلا شيغ لبدا مذهبات بودي جري والورع لا يخفى حلال ميردك يا ورع وحقرسون ماها انا اسكد يسوي بالكليه بو ناكتي انا تابني وا
لكن هذا ترى هذا تساهل بين سمينيا وحن وحالي رواء جماع ملوغة مجيدة تابشرة عبادة هذه مرد أمبا كجرتي أبو ما حي إلي قيب علماء كم إذا وحي إليهن أما بضن كوزي وحي إليهن تابشرة ويبرون نيسا قوردي لكن عبادة مرد قال إيسا ومان احتياط هذا مرك في عاني يددالك والورع لا يخفى أبو شيخ ورنجي مرك فالورع تركه هواي إن أتكتك تاكف في عمه وإذا كده يسوي فمن اتقى شبهات شبهات كننكي اسك الى اليو كرد ورسلو اي تحرر عنها وتك اي تحرز عنها وتركا شبهات كيبو يسغتغي شيء واحد شبهه كو غلي كرتا لبا دليل با كو سو اروري اما دليل كو سو اروري با احتمال اقبلي شبهه ماشي سو غشه سوما وايي marka ninki wax yaalaha shubahaadka iska ilaaliyo faqad istabraa lidinihi wa irdihi faqad istabraa وبريالي ننكاس لديني دينتي سي وبريالي عن النقص إن النسقان دينتي تساقش وعرضه نسب كيسنا وبريالي ومن الطعن فيه إلا الضره حتى الشبهات كأنسكا دي حقيلة يسو نسب كاغانا وحبال لك شيئا وعلاقو ضرية حي الشبهات كواحد اللي يسبوخي لابسني وعلا يسبوخي لابسني هذا ما لأرك كل حجرته وحبال لك شيئا ننكا ننكا ورسما يماها اللي قولي عرضك اغا والا ضرية دينتا دون بريء موه هداد الشبهات كقوة ريكت ومركا دماء حرام بتكون عيسى سيدو نبي بوكو مثالنا عليه الصلاة والسلام يا مركا واسلا وعلم بقو أن من أتا شيئا شيء ننكي لي ما دبو يرشاق شيء قو يدنه ناس ودتك وي أم لين يان شبهة شيء دتك أي شبهة أم لين يان أيو سمي وهو أتو يعلم وحوقيا أنه حلال هذه الدليل بعضها يستطاع ملاها نن عالم وأقوان لا تهيو تدكو شبه الشيء كتريان لكن أدو أكتر حلال بك يدل بأوه يستطع فلا حرج عليه من الله في ذلك خرط إلهي حقي سوى حدن بأكا كما ذكر المرهة ده الدليل حلال يبأوه يستطع إنه حلال يا دكتاي ولكن إذا يعني خشي هذا قفك كبق من ضعن الناس فيه تدكو إنا الدران بسبب ذلك كان تركه حينئذ حسنا استبراء لعرضه إنا تسكد يساقه في عانو أدور نسب كابريه ليو حيلا دتكي أيضا الدليل كأذي أرقرانا يسو دتكو ما قرانا يان سوما مارك الشبه يوه يستان دتكو هدي الشبه يقول اسكاد حفري ستنين علومانا آتاي والو قد دعنينا يا دعني هدو سواجكو إمادنا انتفاع الدين تاذا لو انتفاع يرانا يسماشي كبا حيثوه حيلا والو قد دعنينا يا والو قد دعنينا يا مارك إنا تكتكتو يا في عنوه وقال وحير بعضهم بعض العلماء يستحب وحال السنية لكل من ارتكب نن الله ننكي سمينا ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه نن الله وحال وحدتك ويقع لنا وحن ننكي سمينا أن يستر على نفسي نفتي سأنو أستر وحافي عن إنا إسقرس سيان لبوء أغاني كمن أحدث في سلاته سلاته دحدي يدبا مثلا ويسيد كابر تحدث باكايمي وهو منتظر إقامة صلاة دي والله أقيم الرباط صفقه ركجره أقيم كين اللوسو إستاغي يومباد بوده وبحضي حقود عينك على لي والله ظننا يا موتى ثم فيستحب له أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف مهما أنه رغ إنه قرريها أم لا يدرس سترنا على نفسي سكا قبصو هذه دابا قصة عرفتي ثم مركز سيدا قبح ونكا هو قرري يقو لكن صلاة دي هذا كجري هذا هو حبس أنك قبصان دفكي إسكاد حب يسول عررته ورمحاك فكذيبا للي ننجا سوما وعبا لقا شيقيا سوما مركا داتك نفتو إنا دم بسبب أو نغطو وعلى قفل عن يهو مرحبا مركا إنا نفتو على أسرتو لألا يخوض الناس فيه داتكو إنا ندحق لنوا وجاء وحا يعني وهي سقناتي وصو أرورتيبا ليلة أن أنسا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خرج لصلاة الجمعة أنس بن مالك بأمان الجمعة دي أصوى بحي شو يرتع أخو رئيس حابيو مركا فراء الناس الراجعين منها مركو مقري قصوا بحيبه تدكي والجمعة سويتو كذا وكوريم او لصوا يعي مثالكو على قصوا درير مركا امن كان مياد دادتك بزايد قوضة ومركا ارتوان صلاة جمعة جمعة وحلتو كذي وهي دادو يصوا درير سوما فدخل محلا لا يرونه ما يلبس كل عبي دادكو اين اركيد ايو قالوا كلونت وقال وحو يري من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله ان كان دادك كعشون الهي لك عشون ماي مركا وحو ثمانية لما ربطتك إلى كتماني وحاس على ثمانية لما دون يوا قال بعض السلف وحيد هذا من عرض نفسه ونفتي سننك أبن دجا لتهمي وحيالها تهنت كيني ننك نفتي سأبن دجا فلا يلومن من ساء به ذن ننك وحن كوم لا يه الله يابن حني وحمان تيجو ملين إذا أنا واحد ما هي هدين ما هرتور عذر دارك كيني ما كل كارو بسكي إلا لسي واحد ثم ذكيني يا مرحبا إياك وما يعتذر منه
هذيك ما هي إسكا إلى عليه واحد لقى عذر هذا وحي أرضية وحساسة يقول دعني وحساس ما هين وحي عذر دار كينا يمرك ورا مكفقو واحد تحمو كينا يوان واحد تحمو كينا يوان إسكا إلى عليه وعن نبي كسونا عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيية زوجي دي سهي هبين إنا النبي الزيارة وقتمت سوى مسجد كقوعي تكافسن عبار بين النبي الله جوكتي والله شاكي إذا مركاسة يبحثي مركاس النبي سقوتي مركا يبحث حوغا من سيدك مكلا بحي مركاس دحد اللي يستاقي حوغا لابن إنو ريا أنصاري ذا النبي صلى الله عليه مركاس يسلامين مركاس يسلامين وقف دمر إنو لتاقي وان هبين وقف دمر النبي لتاقي أركان يا وانكي واسترين وحول لقم قرنية يسع تلاوة هوسك بوبين مركاس النبي على رسلكما ترتيبتي اسكاك السعودة إنها على إنها صفية بنت حيي وصفية بنت حيي وزوجتها دي آير اسكاك السعودة بنوك إلى عليه الثلاثة والسلام وعدي بمالها مركاس إلى رسولك إلهي سبحان الله وهل ندن بك إلا خيرا ما أذيك أن روح نكون ملين إن رسولك إلهي وحي النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان وحيوان ان ملسان سدا وملهي وحان اوغاهي شيطانكو انه يجري من ابن ادم مجرى الدم شيطانكو ابن ادم كو وحو سكنيا مجرى الدم وحان كعبسد مركه قلبينا انه وحشر كتورو او كليا هدي قلبي او كسو دخل النبي عاو ناد بو لا تاغن يها انت اسابه هدي خطرو فبلاي مركه النبي عليه الصلاه والسلام وكور تلي سدو شيطانكي او سوغ فايسن لبدان قلبي ودو وحو غلين واي sida awadad baa halay dadka ee ilmiga hadii wax shaki keenayo aad samayso waxa yaani xaga sharciiga ku xunu u saayeen inaad cadeeyso tirada wasaa iyo saaw midalan adoo gabar gacanta haysta mahramkaaga aad halkaas soo martay ninki sheekha la yaqaan ba taa ninki xirooga kutubaha barnaayo ba taa marka dariiqana soo martay gabar mahramkaaga aad gacanta haysta oo walaasha waa habar yarta yaani waa eedada yaa yaqaan daanagu miyaan qana gabar xijaabna ba kula socote miyaan garanayna marka waxa lagu dhigay warwadaadka maxaa ku dhacay maanta gabar buu gacanta haysta way u garab ka haysta marka waxaan rabaa inaad tiraahdo hadii dadkii aad aragto waa walaashay waa eedaday waa habaryartay inaad sheegto inay maxram ku tahay si dadka aad yacni lagu shakiino dambi ay soo ugu dhicin way waa hakada marka waxyaalaha tuhamka keenayo in la iska ilaaliyo la doonayo la iska ilaaliyo marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ayay ومن وقع في الشبهات ومن وقع انكي كدعو في الشبهات وحيالها شبهات كان انكي كدعو وقع في الحرام مركه فيري شبهتي ان يعني حرامته قيب كم توالسو الى واحد محرام با ما حلال با حرامتي ان ادود حديثك قيبتي سدمه واحد مد حرامته ما يري ادود معناه شبهات كان صادات كدعو حرامتي بات كدعو معناه دون وحا وهي شبهاتك يعني وحي حدود ويهن حرامته هذا شبهات السميسو مركز دمين الحرام تكون دعوهم بيسوق نواني سوي وما وقع في شبهات وقع في الحرام حرام تعديد بو بكل عيا يعني معناها انه لو لجي ذنو حوية ان من اكثر ننكي بديه من تعادي شبهات شبهات كقادة شديسة ننكي بديه سادة فالحرام حرام تو مركز دمها ليلي وهو لا يشعر بيها سوى انقرنين اما وحاب اللي ليه نينك الشبهات بقى نسك الى ليلين نفتي سو مركة تساهل كاسا يبرانا يسايو سودو وحاس مشتبهات كاو صمينا يو مركة دم حرامتي بقى عادي لان نقوم بترتيبها هم بقوا قلي مركة دم لكن وحاس ودن هداد كا عررتو وسو دوان ميسا عرار حقيق وصور مريسا مركز, مركز. واي واد كفو قاني دا مركزو مرحبا مركة واسدة مركة ذنوب تير يركا على ما فضو ديستو وحيالها مشتبهات كا على ما فضو ديستو وعلى قعر راوه حال الذنوب تير يركا وحالين الصغيرة تجر الكبيرة دم بيرا صغيرة هذا زميز مدوين بكوجي ديا مدى وهي تجر الكفرة مدى وين قال لي بكوجي ديا سمكة دو ذنوب توا وين هذا زميز هو آيه مركة واخطر واي واخطر وحال وري ninka hisham la yiraada waxa laga wariyay kuntu waxaan ahaa buuri amshi khalfa alala sahabiga ala lo injilan daba suudi buu fakaana yatawaqqatina waqti roob da aybu ahaay meel dhooba yu sida u taag taagsanayo dhoobadi buu iska ilaalinayaana waan daba suudi buu fadafahu insaan baature maashi buu meel yar oo cariiri oo la marayo dhuban bay ahayde dhiiqadi buu iska ilaalinayay qof baa ku dhacay markaasu saa u tuuray fa waqacad rijluhu fi diin markaasay lugti dhoobada u gashay waa calaaway saxaabigii weeye fakaadahu markaasu dhiiqadii si fiican lugaha ula galay uu dhumbaday qof baa saa u tuuray markaasuu lugihii dam ku siistay dhiiqadii
ويسك سعدي يغدي وكبح قفقنا حمود هنا ويسك سعدي. فلما وصل إلى الباب مركو قرقي تجي قال لي وحوي يربو رأيت يا هشام هشام هو مي أركيسي لغدا سام أقول عليه قلت وحاني نعم قال وحوي على كذلك المرء المسلم قفكم مسلم كوا نوعس يتوقع ذنوبه ذنوب تساس إنه سجى إلى ليه لدوني فإذا وقع فيها قاضها سام بودح قيل هذا كل حلعو يا أصحاب تمرد في الكوارث العبرة يا هيك قال إنجلي مركز يغلا هذا وسكي لأنه وكل عيب مثال أسي نكي هشام أسي وحيري بن قفكم مسلم كوا أنصا ذنوب تساس إنه سجى إلى ليه ربا حدا ذنب يجي كل عذاب ساس أم بعض الجهة ولا وده قيل يبو وأظن دحتي من ذنب يجي يبو بس ساس أبو كل عيسى مركز إسكا إلى ليه وعي أنت هذا قيلوا كراعي أيو النبي بيجي عليه سلامة وسلام نكى شبهات كل عينه حرام كل عينه مثالية وحيري كراعي نكى راعي جه هو كلا وعي نكى حولها إلى ليه كاسو يرعى حول الحما حوله بوحكو إلى لنا يا حول الحما حما وحلي ده مال لحرتي أو لعشري وابر أما وادل لحري أو داق أو لحرتي أو نقفلي هاي ما شاس ومرك كوح قصاص أكيس وجو ورجينيا بيرتبو يعني سهدين تادي أما يعني هالك كشر مينيا حوله بكشر مينيا مرحبا يوشكو وحودو يهاي يوشكو وحا يعني وودو يهاي نكاس أن يرتع إنه ضاجي وفيه حوله إنه ماشى أصقليه بودو يهوي أي تدخله الماشي وتأكل منه إنه كعن طوال أنا بحويه حدي أني هالو بيرت سهدين تادي وصا أول رجيو ومرك اللونك أنتو ويستاق وصا أول العليو مرك دم بدأ بيرت بحوليك قلي وهي هاد وحيا الشبهات كونه واساسوي هذا الشبهات كاكور وريك حرامتهم بات كل عيد حرامتهم بات كل عيساوي ألا وإن لكل ملك حما بوير نبي عليه الصلاة والسلام ألا هو ياي وإن لكل ملك بقر كستوحو لي حما سير إن كستسيرو لي ملوك تعربتنا والوية قاني حماها سوئنا يدل حران والوية قانيو وكاو ألا وإن حما الله إلهي حميه سو محارمه يا لا حما إلا لله ولرسوله حماها سيدي سوى دل لحروه ودل كانوا يعني لحروه يعني داقا لحروه مركا إلا لله ورسوله وصداسه رسولك يعني طلبا يعني ساس لحير جري حولها صدق يعني صدقة يعني إذا كده حولها يعني داغ جري وكالوغو دقالين جري مرحبا تسك يعني مضحظ أهو رسولك النواب تيسو يعني خلفاء المسلمين تانا ساسو كلهم بيحماها أصمين كران لكن ننك لإسكم حيران كران دول ميل أسكو أولايا ينو اسكو أوتموهي دول داغ حدثك كده ينو اسكو حير تماها هو ألا محارمه ألا وإن حم الله إلهي حمه سو محارمه وحرم أي معاصيه التي حرمها معاصي إلهي أحرمي وحمه إلهي واسيره إلهي وي. يا مرحبا وحد حدودا فلا تعتدوها أو حديثكها إلهي حدود بسميها طلابنها قدبنا كو تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون مركز سيرها إلهي هجوين فمن دخل حماه بارتكاب شيء من المعاصي فقد استحق العقوبة إنك عقوبة متيستوى آه. فينبغي للعاقل أن يتباعد عن المحرمات وها حرامت إنه سقفك هذا هو نفسه كل تباعد إنتو كفك أنكر وأن يجعل بينه وبينها حاجزا وح إذين دحي سميسو درب إذين دحي سميسو هذه حرامت خوفا من الوقوع فيها وفتحل عليه العقوبة مركا عقوبة يكون عضوة مركا انت الى لنكرت اسك الى لنكرت الا وإن في الجسد جرك وحا كسوان بو نبي وليه كسوان مبقى يعني قطعة لحم صغيرة عد يرو هلبه انت لعلي هل مر لعلي افكر لقلياه الا إن في وإن في الجسد مبقى عد يرو هلبه ايا جرك كم ذا اذا صلح ذا دي وناكسناته صلح الجسد كله تركو دنبا وناكسناني إذا صلحت هذي وناكسنات بالإيمان إيه والعلم إيه والعرفان هذيك وناكسنات صلح الجسد كله جير كوردن وناكسنات بالإخلاص في الأعمال عمل كوردن إلهي بأخلص إياه هذي ماسح منك وناكسنات وإذا فسدت هذي فسهاده بالجحود إيه والكفران حق بيديدي قال لي وحان لو باهنين حمك أدوك فسهاده فسد الجسد كله جير كوردن بفسهاده بالفجور إيه والعصيان
فاجر نمو يا عصيان يا بلاي أم بجرك جزوف لي مرض حمن كاس أوفس هذا و يعني وحمن كاس يعني والرأس يعني جسد جرك وضرب حكمه ألا وهي القلب ملقدس يرتع عتك يره هيلب جرك الله حكمه ألا وهي القلب قلبك وهي برنبك وهو محل العقل ما يشاء وحلقك لقرتوى عقلك المميزك لبحيني بين الضار والنافع عقلك وامتك لبحيني وحا في عاني وحا حن عقلك حبو كجرة قلبك كجرة عقلك ميلك لكم أجر قلبك كجرة عقلك مركا مركا عقلك أسانا لوك لقرن يا وحا وحدي بي يا وحا وحا انفعي حديث وحا قصة أروري النبي إنه يقول عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قف إيمان أدون إيمان كيسو مبتو ساي إلى قلب كيسو هكذا قوي إمام أحمد يا حديث كاوري كو ومعنى استقامة وحوي كونه ممتلئا من محبة الله ومحبة داعته وكراهة معصيته وإنه جعل هذا إلهي وإنه داعته سجعل هذا معصيته إنه نعوه وحال وري إن اللقمان نيكي لأورنجي اللقمان الحكيم كان عبدا حبشيا أدون بوها أفريكانا حبشي وأدون يعني تدك أفريكان كاللي إذا تمها أدك بالي إذا من مدو صمع مركا أدون حبشي أوها فدفع إليه سيده سيد كيسبا وحو أدي بيشاتا نيف أريا وقال له وحو إيري إذبحا نيف كان أريا سوء قورعو وأتني إلى إمو بأديب مضغتيني لماذا عد أو قيمة بدن أو أقول معان إيه كيف ده نف أرجع نف سو جورع لماذا حبنا هذا كجرتو أو قال لسان أو وين لسان إيه كير أو في عام فأتاه بالقلب واللسان نف كيو سو جورع أرجعها مركز قلبي يعرف كسو جوي لماذا هو كان ثم بعد أيام شبه كيري مركز بعد أيام مدة بعد جد بدفع إليه شاطا أخرى نافاري وكلوها دنا أودي وقال له عيري إذ بحواتني بأخبث مضقتين منها هذا سوى قورع الله وذا حبن وقحن إيكان هذا مرحبا فأتاه بالقلب واللسان هذا عرب كي اللسان كيف أوكان هذا فسأله عن ذلك وويدي يعني الله وذي أقف في عنايت إيكان مركان كويري قلبي يعر إيكان تي قلبي يوحد إيكان تي ونعرب كي هذا الله وذي أقف حميد الله وذي أمباد إيكان تي محادع فقال وحو يري لقمان هما أذيب شيء وإذا ضابا وأخبث شيء وإذا خبصا مرحبا مركا هذا سيدا هو وذكر العلماء علماء وحيشيغين أن صلاح القلب قلبك وناجيس في تسعة أشياء سقال شيء مع قلبك كو ناكسنا ذاوة أحدها قراءة القرآن بالتدبر قرآن كأود أقرسه ويأذو معنيه زكوة تدبر يواداو قلبك آغنا ووناكسنا يعطي القرآن كأقرس ثانيها خلاء البطن علوشة وإنت خالك دكتو بتقليل الأكل عمتد البطن أدكي يريس نور بالغيه لا يعني هذه عمتد كافر بضاته يعني كثرة الأكل وحيكينيسا كثرة صربي عبتان فربضل كثرة صربي عداد بضيسان كثرة النوم بايمان هردك وغمرك وظلمان كعبتان كسك بضيسي عمتد بهرجده هذا بدت ما حد غيره كني ونجيبهوني أي مركا وأين الطعام كي يريسته ثالثا كنت دعوها وقيام الليل بالعبادة هذينك وين العبادة سجدوا قيام الليل بالعبادة خابعها وها ويكن أفراد قلبك كوا نزنانيو أتلا الروع عند الصحر أرورته هرا إنتاد كعذو إنت أنا صلاة طلالين هرا إنتاد كعذو وإن أتى الرعدود إلهي وخش رعدود قعمه ورثة إلهي بريد سبحانه استغفار أدورثة توه وبالأسحار هم يستغفرون با إلهي به كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هبينك وحي ربي سعلا أرورتنا إلهي بيدافتان ويديستان واي أقتل أصحرك أكا خامسها كان شمات قلبك يعني نورنا هي قلبك داود إساء مجالسة الصالحين ذاتك وهم ناكسين ولا فريسة توه إهل خيرك على الفريسة وح أهل الشرطة هي ذاتك أهل الدنيا ذا ألا لما فرست حتى ذا أهل الدنيا لما فرسته الدنيا أم بيك عاجش يكين إن قلبك أقول إنه فكر الدنيا ما تكون فكرس أروح هذا حق الله يقبضيه إن أسير الرغيو إن ده هالك الله يسكت حرنيو الدنيا أم بيك عاجش يكين يا مركا قلبك أقول ضم الدنيا يا قادمس مركا حتى ذا كوا حنهم أهل الشرطة لما فرست أنا ما أنتوا رنشروا بيك عاجش يكين يا يبلاي
صلحها على الفرستة. النبي عليه الصلاة والسلام مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل المسك يو النافخ الكير. قفك ونعسنه إلو خير كالفريسي جيسة يمتك حنك على الفريسي جيسة ما يرتي إلا تلمام وحي لمتاي كحامل المسك نين يعني برافهم يعترب بضم حمبارسان إيو إيا مرحبا إيو ونافخ الكير متك بوفي ما أفكو باي برت بوف بوف باي والله بلاس. فأما حامل المسك إما يعني أن يحديك إنو شيء كسي أو إنو بالمتك نتكاقعه وإما أنت بتاع منه إن الميت حبت كيبسته وإما أن تجد منه ريحا طيبا إلا أنت أنا عطرة ونكبحاني أدق وأقول راح يزن إسافة أنت اللي جبت صدق لهم بي من دور والنافخ الكير ميت كبو في ما في فاي يا إما أن يحرق صوبك إنه مرض كأجوب كوده على بحر كان مركي بوف لقسيه ما قدم بابور بكبر ماشي مرض إنه كأجوب وايا مرحبا وإما أن تجد منه ريحا آية منتنا إن عاد يعني وأربا وقيق يدم بسكي بلايد وسكوكي يا وحكس أوريان بو مرقا محال لقيا لقيا ننبر أفوفا يوم بو في مهام بو كوهاي عباقي المس مرقا ننك أهلو متك حنك أهلو شرطة وحاسو كالتون ويا مرضا أمبوكا قبا يا واساسو كالبلاي يا فتنا أمبوكو قلي ننك أهلو خير كان أساس ما دوقف أي ليسانو حمات كيه الخير وما كيه أكتيز يعني وادد إلهي رالك أيها يو رحمة إلهي باب كسو دلت مجلس كاي فرديان ومرك رحمة داتا بقواسي بس مرحبا مرك مجالسة الصالحين والله فريسة تواي سادسها وحوي كل حد أصمت أمس ويعمل يعني وحمل يعني قدن وينسك أمس مرحبا وهذا وحن وحفا إذا له هذا كل هذا لين إن الأمس طاف يعني حال أمس هو سلامه كو سابعها كم تدوات العزلة عن أهل الجهل دك أهل الجهل قوينك كفقات دائما دك أهل الجهل قال لفريسان كفقون حيلا دك أهل الجهل هداد لفريسان حمام بيكبر ديال ثامنها كنت ديالات تركوا الخوض في النا يعني في الناس دك وين هذا كش وحبك كشيجين وهذا دحقل دك دك وحك شيء قوضة إيه دحقل قوضة وين هذا كإلى لسوس كديس تاسعها كنت قال هذا قدام بي أكلوا الحلال حلاشة وين العنتر كده ده شوي وهو الرأس هو مثل أبوه يعني أبوين فإنه ينور القلب قلبه نوريا ويصلحه وهو ناجيا فتزقو بذلك الجوارح حبنه ورنم بافتيما يمرك الحراشة قوضته وتدرئو المفاسد ومفاسد ورنم وماشي كبحيثا وتكتر المصالح بابلني وأكلوا الحرام حرام هذا عنتي وشو بهذا يزدي القلب قلبه مردنيا ويظلمه وآي قلبه ممجدينيا ويسقيه وأنجليا قلبه وقد قيل وحاله يخاف على آكل الحرام ننك حرام تعون وحال لغا عبسنا يا يوشوف الله يقبل له عمل عمل بيننا لغا أقبل ولا يرفع له دعاء دعاء ديسنا لكريلي ولقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحوه كأقبل هو متقين تعوه يقف كان مركا يعني حرام تعون أيه تقب ما هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وحي لتمام التقوى تقوى وحي كتا من غني سعين يتق الله العبد أدونك إنه إلهي كبغو بترك بعض الحلال وحن هو حلاشا للي يقار كم دينه يسكده مخافة أن يكون حراما أسوى كعب سنة إنه حرام نغط وحال وري أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا أدونك يسيبه وحي أكيان عانو أسوى عانو وضع أمبوك يعني وركاسو عاني عبي رواية قال إنه هلي بيكو شاقاني مركاسو عاني أمبو كقاتي أبو بهناي مركزه يسكعب يا أبو بكر سي أبو بكر وي أدون كي سوى مركب حكويري كنت إذا يعني واحد أهات أي كنت وحانها إذا جئتك بشيء تسألني عنه مركز طون وحكولي ما ذو حديدي جر حقيتك كنتي محو أها يا ذي به جرت إلا عضو بسطو ما ذو عني جر ولم تسألني عن هذا اللمن عانها المانتي ما ذو يديني معدها واسكعبتوني يا واسكعبتوني محاكو قدع فقال له عجل وما قال لي تورنيه ومن يربى هناي ومن اسقروا هاي بل ايقورن حقيت كانت مركاس وحجل رقيت قوما اي رقي الجاهلية فاعضوني هذا وحجل انون وحن تفد اقونين يا جاهلي قال انا وحبا اقونين ما نريبوني وذات بانا وحبا انكو تفا مركاس انبري امان قالوا اقو تفايو وحي امباي حوقا فايدا كهلين قولي بان مانتا لكل ما يوم مركز وولاد كبرق نوغطو في صومها وابا إكراما عانها نيسوسي عانها المحال لوسوسي هذا إكرام بعد لها لوسوسي وولاد نمو أقول نمو كسوقات موت
هذا هذا ترى هذا أنا واحد وانا قانا أما دكتور بانهاي هذا ربوحي هذا اللي وعاف ما قدرت كهذا روح بكه لينه أدود آسم بات ودم بسي واحد أقولين بس شيء قتلي موت وحي أتفق على ترى وحرام وحبك بجلد معي ما بتغني سما مركا هذا وحبا أقولين وحبا سسمية يا لابن كل رجع هدي هذا تحل سما وحي أتفق على ترى وابادل وأنا حرام موت مركا أنا رقية أقولين بان إنتان قلا أقطو في كو إلهي ينبه هذا ويرى وأقبل يا قال دي بابا ولا ديغا ديغا تو حد مركه يركان وي غوسو اوردن وي يكرامن بو مساسه تسو قادها سي ابو بكر مركي بو انتو بنانكو كعاي بو افكا عند غلي سو يعني اعلها او وزها يا مركه دمعاني با كسو داتو مركه كسو داتين بو الهي انت وا تبرتيدا وا انت اني تبرتيدا وا انتاس وخي الهي وجيركيغا غل يعني خيدهيغا دخل الهو هي قوانيو هي وعده هو روايه قار ولي هيل با كسو ارعد يرو هيل با هيدو marku intu u keenay wiir ii soo salaal hilbiga soo salaal ii keen markuu cunay iyo oo la waramay waxa uu ku soo helay markaas uu suu afga gacanta ugu hayo ugu hayo isu matajinay ya at hilbiga ahaayo dhig ku maran ba soo dhacay marka xoog buu saga soo saaray markaas waxa la yiri si uu si abubakaro adka yaro hilbigooda cuntay maxaa saa yaani adana ogeyn meesha ka imaaday xataa isugu dhiweysa naftaada ugu dhiweysa markaas uu yiri ilaah baan ku dhaartay haday ila naftaydu inay soo raacdo ma ogi haduna si kale ku soo baxeynin waan soo bixinayaa naftu raacdo ay intan haaran culila ay nabi waxan ka maqlay gudu sallallahu alayhi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fa nar awlabi hilib kulligi oo haaran ku baxay nar ba ku awla ku oo ku haban wa abu nu'aym ba hadithka wariyay fil hilya bu kuri ibnu jabir dabarina uu soo qaaday wa bay imaamu bay haqna uu soo qaaday kama fi fayd al qadir sida ku sugnayd marka yaani haram jir waxa la wixii hilib oo ku baxay dinaar baa lagu dhameeyay waa khatar marka haramta in la iska ilaaliyo hoos laga fogaadaa la doonayaa ay ibrahim ibn adam nin saalihu waa dadkii wanaagsana kamida wuxuu yiri ay al waracu tarku kullu subhatin wa tarku ma la yaani يعني حلال ميرد وحلال يدلا شو بهذا إنا أذكى إلى لسه يا وحلا وحش شو بالغش هذا ما لا يعني هذا كم لا يعني أي واحد فائدة اللي جه لينه وين أذكى ده سوى ورعوا كاسوي ورعوا وأمد كاسوي رسولك صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أي الله در دارمه وحو كيري كن ورعا ورنين حلال ميرد النقاء تكون أعبد الناس تذكى مثله وعبادة بدل ما نون وكن قناعا مت قناع على النقاء تكون أشكر الناس ذاتك مثل أو شكر بدن بانغون وأحب للناس ذاتك لجعل وما تحب لنفسك تكون مؤمنا قف مؤمنا نغون وأحسن مجاورة من جاورك ننكي كل درس يدرس نمذي سواناجي تكون مسلما قف مسلما نغون إسا وأقل الضحك قصلك يرى فإن كثرة الضحك يميت القلب قصلك فرض بان قلب بجلائي يعني قصلك إسكا يرى إمام بيهقي أيها ورنا يا حديث كاسوي وقيل وحاليري إن الله أوحى إلى موسى بن عمران موسى بن عمران بإلهي وحي صلوات الله وسلامه عليه وحي إلهي كوي لا يتقرب إلي المتقربون كوى أنك إيسو دواني وخيرك وانا قدوني يقمسو دوادان بمثل الورع حلال ميرد وحلا مدوى وقال الحسن البصري وحيري مثقال ذرة يعني لور عسن مثل كيد أو من الورع خير وحوك خير بديه من ألف مثقال ذرة أو من الصوم وصلاة أو صوم فربضا صلاة فربضا دعاء فربضا حكفي عن وحير وحلال ميرضا والرؤية سفيان ثوري بالله يعني والرؤية سفيان ثوري بالله أركي في المنام سفيان ثوري رجع علمي ووينام كمدها يا وحلقو أركي يعني رؤيا الواركي وله جناحان أخضران يدير بهما من شجرة إلى شجرة سوى جنة كجره لبق ربو لي يا حسين إشمبره مركز كل بقيت أدولا يا كل بقيت كدقية والروح دي سوى واحد فقيل له بما نلت محاد كو قارت هذا مرتبة محاد كو قارت قال وحوري بالورع حلال ميرد كو قاريو حلال ميرد أيان كو قاري مرك حلال ميرد كو ووح آذي آد اوه ناك سنواي يقف كو اسئلالي يا لو بهي ثم إن هذا الحديث حديث كان قد أجمع العلماء وحيكو إجماعين على كثرة فوائده حديث كفوائده سري آد وبدنتاي ننكي آد أفير في ريانا وجده وهلي حديث كحاويا إنه يهل العلوم شرع علوم تشريعات وضمبو كوضي إذ هو مستمل وحوكو لنصدي على الحث على فعل الحلال حلاشة اللي اسكبه الرية سمين تال واجتناب الحرام حرامته اللي قصه قاد والإمساك عن شبهات وحا شبهاته يعني اللي قصه قاد والاحتياج للدين إيا والعرض إنا الدين تهذا إيا النصب كاقب إلا على سوا شرفت هذا إيا الدين تهذا اللي بضب إنا الدفاع مرأة الأمان لما دوني
هذا الدين لا ذي وين الدين تعالى إلى الله مرأة هذا يسرفت عليه مقع على وين هذا كله هو حياله ثم ذي واحد كان يسقي إلى الله وعدم يعني تعاد الأمور الموجبة لسوء الظن وحين ما أحن لقوم لا يكين يظن وإلى يسقي إلى الله سوى والوقوع في المحذور وها حرام تأكل عيد سوى إلى يسقي إلى الله سوى قلب ذوين حمي وين يهيب يعني الوعد يحديد كواي يا وصعي إن لقد ذال فيما يصلح قلبك وحا وناجنا يوم وحاصر لما حديثك اللي قادنا يوم حديث هو إنه أساسك دينك كم ذا هو رواه البخاري بحديثك وري في كتاب الإيمان بكوري والبيع والمسلم نواه وري في البيع بكوري وان الله سبحانه وتعالى على القية عن أبي رقية وحا لقوري تميم بن أوس قية وحا لقوري تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه رقية وحا لقوري تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي الدين والنصيحة قلنا وحا نربو لمن يا رسول الله دينك يو النصيحة وياه قال وحي نبي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم آية صحابي قال إلى أبي الرقية تميم بن أوس نمجي عيسى إلى الداري رضي الله عنه كني أول لكم يا صحابي قال أبي الرقية التي هي بنته قبل عيسى لأنجل لأنه لم يولد له غيرها لم يولد له غيرها قبل أموغي المكلا موسى لهين مرحبا مركز اللوغو كنية وحا ليري أبي رقية أسلم رضي الله تعالى آية عنه وصو إسلامي سنة 9 من الهجرة سنة سقالاته هجرة أي صو إسلامي وكان من مشاهير الصحابة أصحاب ترقوده وأوين بكمدها يعني وأفاضلهم بكمدها رضي الله تعالى عنه وغزا مع رسول الله بدول صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الدين إيه وقيام إيه وقراءة بوها من عبادة بضن بوها ابنك ودن قيام الليل الإيمان قرآنك آدو أغريوها كان يختم القرآن في ركعة قرآنك أيو ركعتك دميوه وكم إذا أصحابت قرآنك رهال ركعتك دميسوه كتك ديوه وربما كان إنو هذا لقيا با يردد الآية آيات إنه كعل علنا يا الواحدة أكلية الليل كله وبين كورنا إلى الصباح إلى صبح اللي جاره مرّك قاركونا هل آيات بعاؤه نكتو كنا ياو رك بدن باسيد اللي جوريه آية أبو حنيفة يا أبو حلي جوري يعني مركو وبين القرآن كتو كنا يا أيو صمر يا آياتان سورة صافات كم ذا هيدا وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون سؤال هذا فجر كورنا شال مرحبا مركا قرآنك معنيه سايه آدو قرنجرين هل قرآنك يعني فائدة قرآنك لو قدتو كان يام الله أقرنه وحاو معنيه سيناد كتا أثرتو قرآنك يعني معنيه سو يعني وحكو قليوه مركا هل آيادة هذا العاور دم كتو كان يسو يعني هذه القرآن أبدان أقرن سواسكو مدن تأثر كآتكه شيء يوحا دوي انتفاع دون بالفيرنا يعني واشتراه يبسد حلة بو يبسد اسكجوك بألف كنبو كلبها كان يقوم فيها الليلة هبين كيبو كقوم جر اسكجوكو يعني قو يهوس معوسي يقو كراء أي وقت غهر الحرين جري أيو يبسد كنبو كلبها إنو قطع يستدرتد بو يلي هبين كنبو سلاتو ليل كنتو كان يقيم أي هاي وقيلو كان يخرج فيها إلى الصلاة صلاةها وبكسو تكن جري ويقال وحل إنه لما قدم المدينة مدينة مركو صوق علي آية صحيبا معه قناديل وح يعني وحبالا إيه وزيتا مركو مدينة إيمان هي وحوتي يعني قناديل يعني فينوسيو طعاس عمله يعني افتيم وح افتيمين أيه أيه وتي إيه سليدة يعني وكا الغش بسليد الغش بالهواء نفتدي وح الغش بالها وعلق وحري تلك القناديل بسوار المسجد بوكحري وأوقدت وهي مركاسي هرتيوه تفيروسيه وضع انتو داري ايو مساعد كتير كيسي ترسريوه مسجد كيو رمبا مركا وضع افتيمي دي نلبو نقول فقال له رسول الله با وحوئي صلى الله عليه وسلم نورت مسجدنا مساجد كأنك باد نورسي نور الله عليك في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة با الله كنوريوه
أما والله بان كل دارتي بينبيه لو كان لي ابنة قبر هدان قبل أن كحتكها وانكو قوري لها أي تميمو وانكو قوري لها لكن هذا قبر إمهارين قبل يقول له قرسي ساس النبي قل لي عليه الصلاة فقال الرجل باوحي يا رسول الله أنا أزوجه أنا أقورين يا ابنتي قبري فزوجه إياها ننك أساقها بأقوري مرحبا إمام قرضي باشاقي مفسر كأوين في تفسيره مكشاقي ومن مناقبه وحاكم ذا رضي الله تعالى عنه صحابي تميم بن أوس ليلة مناقب تيسي وحاكم ذا فضائشي سي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه تميم بكشاكي على المنبر قصة الجساسة آية هي يود دجال أيو كشاكي ويعني وحن ليلة دجالك ويعني ميل بكحرين يهي ونول يهي باللي لهذا ويعني ميل بضوه كحباسين يهي مركة تميم باوحو أسو شاكيين وأسو سو أركي مرك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابتي بقول شيئا وحي يري وحي عني قال إنك ليش شيء كينجري وحلم إذا أيون إن كان إيش شيء أيو كيروا قصة حاصل كده وحاصلها وحي هيدا النبي صلى الله عليه وسلم جمع صحابة جمع الناس دتك بكل مي فلما حضروا مرك يسوع حاضرين وقضى صلاة وصلاة أورد مي جلس النبي وفرس على المنبر والحال هو يضحك وقسلي فقال وحي النبي اللي يلزم هل لازم كل إنسان مسلى قفل أركب ماشي وكنت كذا فديو ثم قال النبي وحي أتدرون ما قرن الإنسان لما جمعتكم وحن يعني دين سو جمعي عن الله فديا قالوا وحي دين الله ورسوله أعلم قال وحي النبي والله بان قدارتي ما جمعتكم إن ما نجمعين للرغبة يعني ولا للرهبة يعني وحا ثوابه وحا ثوابه وحا ثوابه لليه لياه عن الرغباء إنا ننكغ شاكيه أما وحكلو أندونيو أما ماها الرهبي وحبسله أو إنا ننكغش إذين شيئو من إن ما نجمعين ولكن جماعتكم وان إن جمعي لأن تميم الداري ننك تميم الداري لا يكان الرجل النصرانية نين وحوها النصراني أول فجاءه ويمدو فبايعه مبايعه ديه وأسلمه وإسلامه وحدثني وحيشاني حديثا حديث حديثك ووافق ووافق الذي كي كنت أنا هذا وحديثكم من إذن كشاكي عن المسيح الدجال تلمانتي يا شاكدي عن المسيح الدجال إذن كسي شاكا ووافق ذي أو لمدا أيو إيشاني نكاس حدثني وحيشاني أنه أسقر ركب إنه فولي في صفينة بحرية دون إنه بدك فولي مع 30 رجلا يعني صدن من أيقاه أو من لخم يوجدام لبدا أقول لك هذا شيء فلعب بهم الموت يعني بدي باكو عيارتي معناها وحوة بدي باكو كعصم بدو كعصم بيكو هقاقين بدي هذي كعبنا دونتو ماشي يكو سعوتي وجاه دي داكو مسعو ريس ماشي ربطو هيركو لهذا ياو دي مر بدو كعب خيار كاكتك يدو ماهو مرحبا مركب بدي باكو كعصم بيكو هقاقين مركب هيركي باكو البرين عوتي شهرا هل بلقو كل برين عوتي في البحر بدا نحل يعني مرحبا فأرسوا إلى جزيرة مركي الدنبة جزيرة بي أدوادين أي قاربوها وي أدوادين حيث مال تغرب الشمس جزيرة دانا وحي كتالا دينا عاقو الرحض أدو عضواي وحالكا قلبات كي كتالا فجلسوا وي فريستين مركي أركين ماشي حيبتا إيدو جزيرة دا مركي أركين أي وحي كو فريستين في أقرب صفينة سفينة يعني دونتا أقرب كذي بيكون فريسة أقرب كانوا حالي دوما هي يعني كذي دونتا لوجد دجو دونتا برك لفول هي برك ألات لوجد دجيو يكون هي برك يعني لحد يري لوجد دجيو أيه يكون دج دجيم واي تي بيكون دجيم فدخلوا الجزيرة طبعا قالن بس حاب تاي الجزيرة ده بيدح قالن فلقيتهم وحلا كلنت دابة دابة بحلا كلنت كبيرة وين كثيرة شعر تمبلا لا يدرون أي سنجرنين ما قبولها من دبورها من كثرة شعره ويقول كذا يدور كذا لما كلا قرن يتيمه كسو بحي أيا هوس جوغو قريي وحدن قريي مرحبا وحلو قطل ماما لما قرن فقالوا وحيدا دين ويلك ما أنت ويلك هو قاقي ما أنت محاله قالت وحيتري أنا الجساسة طوانا أنا الجساسة اللي إرادة هاي حاله وما إلا والتجسس يا على أخباره يعني الدجال بي أخبارته أسأل ورساه وهي ماشي أتاقين تايبه هو الدجال بماشي كحيران جساسة اللي إلا دانو هاي مرحبا
marka waa ma la yaabnay bin markay tiri jasaasana qaaladu waxay tiri ayuha alqawm qawmkano intaliquu taga ilaa hada rajuli fi dayri war bal yani horay u galo oo jasiirada horay u galo oo yani ninka meeshaan ku jiro u taga fa innahu asagu ilaa khabarikum khabarkiina bil ashwaaq aad buu u jecel yahay khabarkiina oo inuu idin warsaduu doonayaa horay u galo bal yani waaye jasiirada horay u galo oo u taga ninkaas qaala wuxuu yidhi tamiimu daari falama samad markay magacowday lanaa annaga rajulanin fazicnaa minha waaman ka argagaxnay waay waan ka cabsanay waaye an takuuna inay ahaato oo shaydaanatan war waxaan aan say u egtahay waxay taa lagu tilmaamaya la garanaynin haddana linin baa meeshan joogee u taga wuxuu waa shaydaanigo marxaban saasaan idoo waan cabsanay wuli fandalaqnaa waan tagnay siraacan deg deg xataa dakhalnaa waan galnay addayra fa idaa fiihi waxaa ku sugan acdamu insaanin insaan midka u weynoo ra'aynahu aan aragna waay khalqan xagga abuurka wa ashadduhu midka ugu daran weeye wisaaqan xagga xidhxidhkano waa qof bini aadan intuu weyn yahay nin un la-eg aada u weyn haddana si adag loo xidhxidhay silsilad aada u waaweyn ayaa lagu xidhay oo gacmihiisa iyo lugihiisa aa laysku xidhay saasuu xidhay marxaban majmuucatan yadaahu ilaa cunuqihi labadii gacmood baa intii laysku xidhay baa luqunta lagula sii xidhay aya maa bayna rugbateyhi ilaa kacbayhina bilxadiid lugta hal meela un keliya haddii xarig looga xidhay mogta waa xarig iska sahlan halkaa lowga ayaa la anqawo inta ku dhexayso yaa bir baa saas loogu jarceeyo wey intaasi intaa waa xidhan tahay marka ma dhaqaaqi karo saa iyo saa ma dhigan labada gacmood iyo luquntana way isku xidhan yihin saas weeyaan weligii saa unbuu xidhan yaho marxab qulnaa waxaan idhi weylaka war hoogaagee maanta maxaa tahay qaala wuxuu yidhi qad qadartum calaa khabari war khabarkayga gacantaad ku haysaane fa akhbiruunii maa antum horta adinku ii sheega waxaad tihiin aniga waad arrintayda waadba ogaan doontaan hadee waadba haysaan ba waad ikor taagan tihiin aye adinku waxaad tihiin ii sheega qaaluu waxay yihi naxnu anagu unaasun dad baan nahay oo min alcarabi ka mid a rakibnaa fii safiinatin baxriya doon baan yacni badda ku soo fuulnay falaciba bin almawju yacni hirkii ayaa nagu ciyaaray oo shahran bil fadakalna aljaziirata jasiirada saasaan kusoo galnay falaqiyatnaa waxaa nala kulantay daabatun kahiiratu shacari faqaalat waxay tihi ana aljasaasatu jasaasaa la yidhahdaa icmiduu ilaa haada dayri fa aqbalnaa ilayka waan soo qaabilnay siraacan khabarka anagu saasuu ahaa dad carbeed baa nala yidhaha anaga carab baan u dhalanay carab baa nala yidhahda baddaasu maan iska dhex soconay oo hirkii waa meeshuu doon noo wadayay meeshii aan ka imaanay meel aan u soconay hadda ma kala garanayna waa jasiiradana maan kusoo dhacnay faqaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warraba haddaad carab tihiin can naqli yacni waayahay can naqli waayahay marxaban baysaan can naqli baysaan meesha baysaan la yidhaahdo bal timirteedii ka warrama hal tusmir mida ma bixisaa qulnaa waxaan nidhi nacam qaala wuxuu yidhi amaa innaha iyadu yuushuku waxaa dhow allaa tusmira meeshii weli midhihii ma ka soo baxayaan meeshaas haa wale mar dhow midho ka soo bixi maayaan meeshaas waa calaamadii saacadda qiyaama mugta asaga naftiisa dajaal wuxuu ka mid yahay saacadda qiyaama calaamadaheedii qaala wuxuu yidhi akhbirinu haddana iga warrama can buxayratii dabariya baddii yaraydee dabariya la odhan jiray iga warrama hal fiiha maa-un qulnaa waxaan idhi hiya kasiiratulmaa biyo badan bay leedahay qaala wuxuu yidhi ina ma aha biyaheedu yuushuku waxaa dhow an yadhaba inuu taga waay kol dhow biyaha laga waayi doonaa baddaas way angegi doontaa qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warrama can cayni zuqar meesha zuqar la yidhaha isheedina bal ka warrama hal fin cayni maa-un isha biyo ma ka socdaan wa hal yadracu ahluhaa bimaa'i alcayni dadki meeshaa degan ishaa biyaheeda wax ma ku beeranayaan qulnaa waxaan nidhi nacam hiya kasiiratu lmaa wa ahluhaana yazracuuna min maa'iha qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warrama can nabiyi lummiyiina maa facala nabiyu lummiyiin akhbaar bal iga siiya muxuu sameeyey qulnaa waxaan nidhi qad kharaja wuu soo baxay min makata makuu ka soo baxay wa nazala biyasriba yasribuu degay yasriba dee waa madiine asmaadeedii bay ka mid ahay maaya kow intaan laga nahyinin horteed baa yasriba la odhan jiray qaala wuxuu yidhi aqaatalatu lcarabu carab ma la dagaalameen qulnaa waxaan dhihi nacam
قال وحول كيف صنع بهم سيكو سمي فأخبرنا وحنوش أغني أنه أسوه قد ظهر إنه كقال ابن غذي على من يليه من العرب وحي عرب هاي مدينة يدولك أدواء حجاز إنه كقال ابن غذي وأداعوه وين أداعوه قال وحول أما إن ذلك خير لهم أن يضيعوه أي إن يضيعوه حدي أداعين إذا عرس أخير بضموه إن إسكر راعان نبي قاس كاس أخير بضموه وإني أنا مخبركم عن ذي شيء يا عني حقيقة إني أنا المسيح بانها مسيح الدجال مو مغشين مسيح بانها أنا سمي بذلك اللهم عليه لأنه يمسح الأرض أرضه مريا في المدة اليسيرة مدة يربو نوكا دنسو مريا فرتن بريوة آيه وأني أنا يوشكو وحانو يعني أدوهاي أن يؤذن لي في الخروج إلا إدمو الله يفصحه وفأخرج أنبحوه فأصير في الأرض أرضو أيام كسعوني فلا أدعو قرية كتك ماي إلا هبتها وانجيل في 40 ليلة مشترق يا مغرب وحسوم ريا فردن بري مقالا مجرت إلا وانجيل بي ما من بلد إلا سيضعه دجال بي النبي عليه الصلاة والسلام غير المكة والمدينة مقالا مجرت إلا وكو استاقدون وقال يا دجال إلا مكية مدينة مويان لو الله سمو قال لك رأي مركة أفردن بري أيان كمرية فلا أدعو قرية إلا هبتها في 40 ليلة غير مكة وضيبة مكة وضيبة مويانة مدينة مويانة هما اللي بدأت محرمة تاني علي وعليك حرمة إنا انقلوا كلما أردت مرأة لمركة دون أن أدخل إنا انقلوا واحدة ومنهما كمدة استقبلني ملك ملك بايقه رماني بيده صيف صيف قعان تكوة سلطن حالي صيف كامد لسي وقالك لقبحي يسدني عنهما ويقع لني يا صيف تاسا اللي يقهر كيني مركزة كلامني وإن على كل نقب ودكست كرك هذا وحاء هذه وطريق كستو ومنهما مكية مدينة كمن ملائكة يحرسونهما مال كستو ومدوين كمدينة يودوين مكاء ملائك باسا أصفنوا إلى لنا يو تجال كإلى لنا وكر فرزنا يا مدينة كرك هذا ماشا بعض الصبي خبولي ماشا عرسيل كمال كمدوه دق دونا أركاسا مقالة المدينة صدح قور للول دونا بنبي وعن منافق ودني بل أيضا ما مركا بنانك كور عيسو وأبحيا وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيها بمخسرته في المنبر أشيسي أي النبي ساس منبر كأبرفته وقال وحيري هذه طيبة تنوى طيبة هذه طيبة هذه طيبة مدينة أجيدة ألا هل كنت حدثتكم ذلك ورسو إذين ما نشيك هذا الكاسقي صداس هذا كورسو إذين ما نشيك قالوا وحيا نعم وأنه شيك رسولك إله انت امبوها يعني ايش يعني انك انت من مدار الليل هذا وش يعني هرأي انك وش يعني انك دجال انه نوع عاذي ما يشاء انه كجره انه صابح الدونه وحيبو هذا يعني وكا شاكد يعني دين شاكد يمد وافق سن ايو مركا شاكد مركا لمن كاس يعني هل كاس يكسو اركن دجال وما يشاء سوق ما البدو حيبتا وحلوش يعني ما يشاء سيدا وحي يهدبالي حيبكو تالي ما يشاء يعني دول كانوا ايران القار كده يهدبالي مالا هيو كجرا هالكاس وكو حباسين كو حرين هاو اختي الله يدمو مصابحي وانتقل تميم هو قوري من المدينة الى الشام مركز دم المدينة هو كقوري او الشام بو قوري اي اي تميم نك الليلة او تميم داري اي حديث كاس يعني او يعني الدجال اركتدي ساعة وانك انا وكشيك يا نبي بونا وسوين ما نشيين ويري إمام مسلم باوريني أبو داود يترمذي لو يوريني يعني ابن واجه هي إمام أحمد ويوريني وحديث صحيح هو الدجال دي أحاديث الدجال كسو أرورتي دي إنه إيماني صحيحين ككلية إنت كسو ناسيبا وحي دافتي دي إنتاس عدد كوي وحلا كوي كرامة كسا عدد قيام علامات كدو كم جاي وحلا بينين كرامة دي حديث فربنا متواترة كسو أرورتي وانتقل تميم وقور من المدينة إلى الشام بعد مقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه سير عثمان مركي للدلي أي مدينة إسهل قور وسكن بيت المقدس بأسكنه ومات سنة 40 ودفن ببيت جبريل واي ويعني كوية الهالكا سيئة لودو بيوا آية ويقال جبرين نوالي ببيت جبرين ماشا ليلة وهي قرية ويمن قرى الخليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام وخليل يعني نبي الله خليل ماشي ودقي جنب إبراهيم مرحب صحابي مركا ليلة يعني تميم بن أوس أبي رقية ليلة يا وحو ليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو للنبي الدين الدين